لك للجول وهاتوا لنا بقى الملخص يا جماعه، عشان خاطر الكابتن وليد صلاح عايز يحلل تفاصيل كتير. في تحليلك للجول قلت ان الباكين طايرين، هل دي الحاله الوحيده اللي توافر فيها ان يبقى عندنا الباكين؟ عشان كده لما طار الباكين اتفضت مساحات اكتر فقدرنا ان احنا نسجل، لانه احيانا كتير كنت بحس ان هم متكتفين شويه في الخروج. هو ابو الفتوح طاير على طول، وانا شخصيا مقتنع بابو الفتوح جدا، وباك ليفت لمسته حلوه يا كابتن وليد، ايه لمسته حلوه قوي قوي وكورته حلوه. خد بالك ناس كتير قوي بتقول ايمن اشرف هو اللي يبتدي المباراه اللي جايه، انا شايف بالعكس فتوح. فتوح اكثر حرفنه، يعني فتوح على الترتان هيبقى احسن. بس الفكره طبعا ده عبد الله السعيد عملها كويس قوي هنا، اوف بقى اوف هنا. مصطفى خد خطوتين غلط لجوه، يعني ارجع خطوه، ارجع خطوه كمان، بس مصطفى لازم يجي هنا وياخد الراجل في ظهره، يجي يمين، يجي هنا قوي، يجي يمين قوي. ليه؟ هاتوا افتحوا الشاشه يا جماعه على كابتن وليد عشان الناس تشوف هو بيشاور على ايه. يعني يجي في المساحه الفاضيه اللي هنا. ليه؟ ليه؟ لو فتح كده عبد الله هيبقى عنده مساحه كبيره انه يقدر يرقص الراجل ده لبره او لجوه، وعبد الله لازم هيرقصه لجوه. هنا لما مصطفى راح قفل الزاويه، بص على عبد الله خنقها، لكن عبد الله برضو اشتغل، والراجل المدافع هايل فيها، هايل بشكل رائع. دي جون، ف اشتغل فيها ضغط كويس قوي، وخد الكوره وقطع بشكل كويس. دي كانت من اهم الكرات بتاعت عبد الله الحقيقه، يعني قطع فيها كويس قوي واشتغل. بس هنا مصطفى مع انه بص عارف ان محمد صلاح جاي، لكن اتحرك لجوه غلط. بص حتى مصطفى بينط، لان خلاص هي الكره بقت في ظهره، فممكن تخبط فيه حتى. فده التحركات يا ابراهيم مهمه بشكل غير عادي. انت كنت بتتكلم انت وعمر على لقطات محمد صلاح، لقطات محمد صلاح مهم هنا. دي طبعا عبد الله حافظ واشتغل، اقف بقى هنا. هنا ليه محمد صلاح فكر في الحل ده؟ لان على طول مستر كليمنتي دايما عامل دبل بريس، دايما بص ثلاثه. لو فكر يروح لجوه هيقابله السرد باك الثاني، لو فكر يطلع لبره زي ما بيعملها هيقابله الجناح اللي هو راجع اصلا، راجع يعمل دبل بريس. فالدنيا هنا مخنوقه، فهم عشان كده بيضطروا كان صلاح يلعب على الطرف، يعني على قد ما يقدر بيزقوه بره. برافو عليك. وانت لو عديت بص ثلاثه وثلاثه سته سبعه ضد ثلاثه جوه ال 18. انتوا كنتوا بتتكلموا في نقطه مهمه جدا، ليه محمد صلاح ما دخلتش ال 18؟ انت قلت الحل الريتم. الريتم دايما مرتبط باللياقه البدنيه. احنا عندنا كارثه في الدوري المصري ان الدوري بطيء، الدوري بطيء بطيء جدا. فانت في ناس بره بتجري حاجه و20 كيلو، وانت عندك لو جريت 8 كيلو ولا 9 كيلو الكره بتقف كل شويه. اي لمسه بصفاره، اي لمسه اصلا بوقعه، وبنستنى اي حاله فار بتقعد فيها دقيقه ودقيقتين. انت لو شفت الصافي بتاع كل شوط هتحزن، هتحزن. ف غير بقى التيمبو اللي جاي منه صلاح، غير لا غير خالص. بقى يعني هو جاي من تيمبو عالي، من ايقاع عالي وريتم عالي، وفي تكه فنيه تانية. ايه هي بقى؟ الفرق كلها في الدوري الانجليزي مفيش حاجه اسمها يبقى معاك الكوره وما تهاجمش. فانت مهما كنت، مش المان سيتي بس، انت لو بتلعب اي فرقه صغيره وهي معاك الكوره لازم تهاجم. انت هنا ممكن تقابل فرق الباك واقف والسرد باك واقف والديفندر واقف عشان صلاح، عشان صلاح. مع ان الطبيعي في العالم كله ده بالعكس، الباك اللي عند صلاح لو عايز يرهق صلاح يهاجم. فانا عمل لي مشكله. يبقى دي نقطه مهمه، خد بالك النقطه اللي انت بتقولها دي مهمه، انه برضو عطفا على جزئيه انه يا جماعه احنا لما نلعب محمد صلاح ما نلعبش على فكره ان احنا ندور احنا هنقفل ورا محمد صلاح ازاي لما الكره تتقطع. احنا عايزين نروح ورا محمد صلاح ومع محمد صلاح، فنروح باكبر قدر ممكن يعمل تفضيه مساحات لصلاح. بالظبط. ما اعرفش ده الحقيقه لحد دلوقتي برضو، لان انت برضو مستوى ريتم صلاح جاي من حته مختلفه. انا هنا في اللقطه دي، في اللقطه بالظبط اللي انت عاملها دي، انا لازم النني والسوليه اللي من فوق احنا شايفينهم في نص الملعب، دول لازم واحد منهم يكون جوه ال 18 اصلا. مكان الحكم اصلا في واحد قدام دلوقتي، المفروض كان يبقى في واحد قدام الحكم دلوقتي. برافو عليك، واحد قدام الحكم، او على الاقل على نفس مستوى الحكم، عشان عبد الله السعيد لما يطلع الكره دي لصلاح الثانيه يخترق. بص احنا الشكل بعيد المساحه جدا. دي انت فرق 40 50 متر من محمد صلاح،
وحتى مرموش جاي متاخر قوي ولسه بيرفع ايده عشان محمد صلاح يرجعها له ورا خالص. يعني دي قصه برضو مختلفه. صلاح طبعا وتحليل عماد متعب في الكره دي كان رائع رائع رائع. يعني ايه قال ايه باحساس المهاجم هنا؟ قال لك النطره دي لو رجعنا النطره رجل مصطفى محمد أخرته. دي غلط اخرته، كان لازم يحط يثبت بطن رجله الشمال. يعني وهو رايح كده كمل يحط بقى هنا رجله الشمال هي معاه. مش يروح يحاول ينطرها. بس انا حاسس بمصطفى هو عايز يعمل كده عشان يأمن نفسه كمان انه ما يتعورش. لان هو لو ثبت رجله الشمال الناس ممكن تيجي، هي بنسبه كبيره هتيجي جون، بس هو ممكن تروح بعيد. يعني يتصاب كمان. هو حب انه يحط رجله وبقوه يحط عزم عشان لما يدخل بيها لو خبط في حد حتى ما يحصلش حاجه، في لكن تحليل رائع من متعب ان هو لو ثبت رجله الشمال هتخش طبعا نجم كبير بقى وهداف. عمده 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 في الحته دي شاطر جدا يعني.